السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع اسمه ماكيت. ده موقع بيساعدك في التصميمات الهندسية. طيب نبدأ على بركة الله. هقول له هنا إن أنا عايز أبدأ مشروع جديد. بيقول لي عايز أسمي المشروع ده إيه؟ هسميه مثلا إكس واي زد. تمام. بيقول لي إيه التولز اللي أنت عايز تستخدمها؟ عنده هو حاجات بالذكاء الصناعي، بلان هيساعدني في عمل بلان، في إن أنا أعمل فيجوالايز، أعمل ريندر، أعمل ريستايل. يعني هدي له صورة واقول له ده مبنى اهوت وعايزك تعمل له اعادة التصميم بستايل جديد بدل مودرن نخليه كلاسيك. فاقول له انا عايز بلان دلوقتي واقول له كرييت. طيب بيقول لي بقى انت عايز تستخدم جنريتورز اي اي او معاك سكراتش او معاك فلور بلان جاهز وتبدا تشتغل بيه. هقول له انا عايز ابدا generate with AI. ليه؟ عشان هي دي المتاحة، الباقي بفلوس. طيب بيقول لي بقى بجرب، بعد ما تجرب البيزك جرب الادفانسد. طيب هنا ممكن لو انت عندك اي فلور بلان تقدر ان انت ترفعه له وتقول له بقى انا عايز مثلا ستايلايزد ولا تكنيكال، عايز كام دور. طيب عندك هنا مثلا عايز تضيف بلكونة، عايز تضيف لاند، عايزين نضيف مثلا بيدروم، هما مثلا موجود في اتنين، ممكن تزود انت واحدة كمان، تقدر تزود غرف معينة، الباثروم تزود زي ما انت عايز، يعني ممكن تخلي في اتنين تلاتة بيدروم. ممكن بعد كده تقول له مثلا سربرايز مي، هو يبدأ يعيد التوزيع كده. هو بقى بيدرس العلاقة بين الغرف ديت ويشوف افضل توزيع ممكن ويبدأ يجيب لك التصميمات بالشكل دوت. نقول له جنريت، يبدأ يجيب لنا تصميمات اخرى. تبدأ تشوف اني تصميم اللي انت عايزه على اساس ان انت تكمل التصميم دوت. ممكن تعمل له اكسبورت سواء جي بي جي او دي اكس اف اوتوكاد. عايز تقيس حاجة أو تعمل إيديت للحاجة ديت. هنا ممكن تقول له أنا عايز أعمل ريندر ألوان، فبيبدأ يديك أمثلة. بالشكل دوت ممكن تقول له مثلا عايزها 2D، أنا عايزها 3D، يبدأ يعمل لك الريندر بتاعها. أو ممكن تديله صورة وهو يبدأ إن هو يعمل التصميم بتاعها. بيقول لي اديني سكتش او 3D موديل. وليكن مثلا ممكن نديه تصميم زي كده. نقول له بعمل لنا رندر، خد الصورة دي اعمل لها رندر. زي ما انت شايف خد الصورة فعلا وعمل لها رندر بالشكل دوت كأنها حاجة 3D. طبعا ادفانسد بفلوس. طيب اكسبلور اي اي، احنا عندنا الفلور بلان والصور. لو انت عندك تكست ممكن تحوله لصوره، يعني تديله برومت تقول له مثلا انا عايز فيلا 3 ادوار ويكون في حمام سباحه، يبدا ان هو يكون لك الصوره. وبعد كده عندك انواع من الريندر، 3D موديل، ايمج تو ريندر، عندنا سكتش تو ريندر، عندنا تكنيك بلاند تو كولر، وهكذا. ففي اكتر من حاجة تقدر تعمل من خلالها الرندر اللي انت عايزه.